نحن بالبداية كنا عم نستخرج المي عن طريق الغطاسات والمولدات. فتعرف أنت كبلد محاصر يعني نقطة النفط أو البترول يعني شغلة من النادرة، فكانت أسعارها باهظة كثير. يعني الأسرع أكبر هم إلها تأمين المياه، يعني بنعرف إنه إحنا أي بيت ما في مياه لا يوجد حياة. فكرة العربي جاءت من مع ارتفاع أسعار الوقود الخيالي، فكان لابد من إيجاد طريقة لنلاقي بديل عن الوقود البترول ومشتقاته، فجاءت مع اشتداد ارتفاع الأسعار، فكان لقينا طريقة إنه نركب مجموعة من ألواح الطاقة الشمسية على عربي متنقلين.